تشرحي لنا بقى الفانوس بتعمل ازاي؟ ايه الخطوات؟ بصي، هو بيجي لنا فانوس كده يعني حديد من غير، انا بقص القماش دوت على قد الاربع تركان وبكيس الفانوس كله، بعد كده برجع ازوقه بالزينه وبرجع ازوقه بالنور من جوه واحط له سلكه زي ديت كده بحيث ان هو يبقى اباجوره ينور ويطفي. بس بكلف كام بقى؟ 50. بتجيبي قماش الخامين من المسك من تحت من حاره اليهود؟ بتعملي غير فوانيس والاطباق ديت والعياشات؟ في اجبار من الناس على الموضوع الخاميه ده؟ اه في ناس بتاخد برضه خاميه بس مش كتير، زي كل سنه برضه. المنتجات يعني الناس بياخدوا فوانيس ولا اطباق؟ بياخدوا ايه؟ بياخدوا اطباق وبياخدوا فوانيس الاثنين في نفس الوقت. طب السنه اللي فاتت كان بيكلفك كام عمل؟ انت تعمليه بيكلفك قد ايه؟ 30. كان بيكلفني 30، السنه دي بيكلفني 50، يعني نص بنص. شايف الفرق السعر ده بسبب ايه؟ غير والحاجه، كل حاجه غاليه. يعني كيس الشمع انا كنا بنجيبه ب 30 جنيه السنه اللي فاتت، 25، السنه دي ب 63 جنيه كيلو الشمع، يعني نص بالنص. الزينه دي كنا بنجيبها ب 15 جنيه بقت ب 21 جنيه. كل حاجه غلت، مفيش حاجه ما غلتش. والحديد كنا بنجيبه اقل من كده، كنا بنجيبه السنه اللي فاتت بخمسه، السنه دي بقى بسبعه ونص. الاقبال دلوقتي يعني بيختلف لما شهر رمضان بيقرب؟ اه طبعا بيزيد ولا بيقل؟ لا بيزيد. طب الناس بتفضل تاخد قد ايه لحد رمضان؟ يعني بيفضلوا طول الشهر ياخدوا ولا الاقبال بيقل امتى؟ يعني ممكن يعني قبل رمضان كده بخمس ست ايام بتلاقي بيقل،